تعرفني ولا ما كتعرفنيش؟ ما كتعرفنيش؟ وعلاش مشيتي معايا؟ قال لي عندك معايا نوري حتى نبيله كبيره عندي. كيما شفنا مشى معاك على الطوموبيل صدمنا انا وماما، جاتني بكيه. رجعوا عند ماما ولا مشي عندك الطوموبيل؟ تاني الطوموبيل. اخر حاجه كنت كنقولها هي هذه، هي انهم يجي شي واحد يقول لهم يلا معايا ويمشيو معاه. حنايا تخبعوا له صافي. واش مشيتي؟ وقال لي يلا معايا. كثرت في الفترة الماضية وقائع اختطاف الأطفال بالمغرب، كانت أشهرها قضية عدنان. لهذا قرر موقع طنجاوي أنه يقوم بتجربة اجتماعية كنحاولوا من خلالها نختبروا إدراك الأطفال بمدى الخطأ المحيط بهم والتصرف بالطريقة الصحيحة. هكذا كانت البداية أو بداية استدراج الأطفال مع أيوب جباري. وخلي العين معاكو، شيني كتلعبوا؟ شيني كتلعبوا؟ انا نعمل واحد اللعبه مزيونه نقول لكم تلعبوها. يلا اجي قربوا هنايا، اجي قربوا هنايا. بتنسيق مسبق مع الاباء طبعا دون علم الابناء. حنايا تخبعوا له صافي. تلعب طوموبيل ها ها، شبر هيدا، اجي شبر هادي، تكي هيدا، تكي هنايا هنايا. يلا زيد 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 زيد. خاصك شي طوموبيل بحال هادي كبيره ها. هذه خاصك طوموبيل كبيرة ها؟ خاصك طوموبيل صغيرة باش تركب فيها. خاصك تركب فيها؟ تمشي معايا نعطيها له؟ ها الطوموبيل هذه، تما عندي الطوموبيل. ها؟ أنا كنقدرش نقدر منايا. يلا أجي نجيبوها، أجي نجيبوها، أجي. ها. أجي لهنايا، أنا نعطيك واحدة كبيرة، أجي. يلا أجي معايا، هزها هزها هزها. اجي انا يدك، اجي نجيب واحده كبيره هنا. ماما كفينية جلسه جلسه، نمشي ورجع عند ماماك. ها ماماك ما تقول لك والو. يلا زيد اريدك، يلا نمشي. وهكذا وبكل سهوله نجحت مهمه استدراج طفله من وسط مكان عمومي. مشيتي معاه؟ شكون هذا؟ عمر. واش كون قال لك هذا عمر؟ هذا ما كيتعرفوش، هذا جاي سرقة. لا كيفاش لا؟ قلت لنا شي شكون كتعرف؟ كتعرفني ولا ما كتعرفنيش؟ لا ما كتعرفنيش. وعلاش مشيتي؟ وعلاش مشيتي معايا؟ كنت كنضحك معاك صاحبي، كنت كنضحك معاك صاحبي. الصراحة ملي شفت هيداك أنها مشى واحد الإحساس زعما ما قدرتش نوصفه، تشوكيت من قلبي وحرقني قلبي بزاف، حتى لدرجة أن جاتني البكية، لأن ما كنتش كنظن بأن غتصرف التصرف. أنا عادة يعني ما كنثقش فيهم يعني 100%، ولكن هي الطبيعة ديالها كيفاش؟ واش كتخاف؟ لا الطبيعة ديالها هي اجتماعية، ولكن في نفس الوقت ما ظنيتش بأنها تمشي بهذه الطريقة هذه، يعني تشبر في اليد وتمشي، لأن نورمالمون هي عادة ملي كتشوف شي واحدة إذا كتهرب ما كتبغيش تمشي مع الناس. حق دابا ملي شفت الحالة يعني حدا عيني الصراحة ما نقدرش نوصف لك ديك الاحساس. ودابا غنشوفوا طفل اخر او ضحيه اخرى. كتلعب معاه؟ لعبوا انا وياك. ها يلا اجي هنا. كيعجبك الطوموبيلات؟ ها كتعرف تسوقها؟ بصح وريني كيفاش. يلا وريني. شوف ديك حاطي شراهية خاصنا نديوها، ولكن بقى الدورة هايدة. يلا زيد. لعبة خلاته ما يترددش أنه يتبع شخص غريب. زيد 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 زيد. ها؟ ماما راه يا الله. شوف أجي نهزو هاد الطريق، هادي حارشة، هزة هزة. أجي أجي رافينا باش تمشي معاوط. أجي
طوموبيل كبيره ولا نرجعوا عند ماما؟ كبيره. خصك طوموبيله كبيره. وماما شنو غتقول لها؟ نقول لها ما طهال. والصدمه الكبرى سهوله استدراجه للركوب في السياره. دابا ملي غنمشيو غنجيبو الطوموبيل، ملي غتقول لك ماماك فيك كنتي شنو غتقول لها؟ نقول لها كنا مؤيد ديني معاك. انت بغيتي تمشي معايا؟ ها؟ قول لي واش تمشي معايا ولا لا؟ شني نمشي معاك. هي دماغي مشيتي؟ مشيت مع عمو. وعلاش ما سقسيتيش فيا؟ علاش ما جيتيش عندي قلتي لي واخا نمشي معاه؟ نسيت. نسيتي؟ وشني عطاك؟ عطاني الطوموبيل. شنو كانت ردة الفعل ديالك؟ مشيه ماشي معاك. صدمت. واش هو الطبيعة ديالو كيخاف؟ هو لا هو اجتماعي بالحق، زعما ما كيمشيش مع شي واحد براني ولا ما عرفتش. حاليا كنشوفك ما كنصدم. انا قلت لها جاتني بكيه. دائما كنوصيه كنقول له ما تمشيش مع شي واحد، واخا يديك شي واحد شي حاجه ما تمشيش معاك. يقول لي واخا ما نمشيش مع شي واحد. زعما دائما كنوصيه. فين كنتي ماشي؟ كنتي ماشي مع عمو؟ نشوف الطوموبيل. وفين كان عيديك؟ شنو قال لك؟ قال لي عندك ما نضل نوريك ونوري الطوموبيله كبيره عندي. وانا شنو كنوصيك دائما؟ ما نمشيش مع شي واحد. وعلاش مشيتي؟ وقال لي يلا معايا. واخا يقول لك يلا معايا ما خصكش تمشي. نسيت. هاد المرة اختار الطفل الأصغر سنا في المجموعة. لعب طوموبيل. ها؟ أجي أعطيها لليلى أنا نشبرها لك. هيدا هيدا غنقربوا لك الطوموبيل راه هي صافي شبر هيدا سكي هنايا. ساهي زيد زيد يلا زيد. شوف نعطيك وحده كبيره. خاصك وحده كبيره على هادي. تم الاغراء ديالو بنفس الطريقه وكانت هذه هي النتيجه. رجع عند ماماك ولا نمشي نعطيك الطوموبيل؟ نسيت اعطيني الطوموبيل. شكون اللي احسن رجعوا عند ماما ولا نمشيو نجيبوا الطوموبيل؟ جيبوا الطوموبيل ونجي. في هذه اللحظه الطفل كيختار لعبه بدل الام ديالو. دهشه وصدمه، هكذا كانت ردود افعال اغلب الاسر. واش كنتي متوقعه انه غيمشي؟ ما كنتش متوقعه نهائيا، لانه هو كيخاف يعني ما كيمشيش مع الغريب. مشى بوجه ضاحك. واخا عنده هو الشفار. حسيت بانك ديتيه بالصح، يعني بانه صافي تسرق لي من يدي. شدتني واحد الرجفه في قلبي بانه مسروق بالصح. تصدمتي؟ تصدمت والله الا تصدمت. ما كنتش متوقعه نهائيا انه غيمشي. من بين ثلاث اخوه اخترنا اصغرهم. زيد تينا اختو. زيد 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 زيد. الصدمة أن الأخت اللي من المفروض تحميه هي الأخرى كترافق الشخص الغريب. فريمون تصدمت، لأنه واحد زيد لآخر، ماشي شي واحد فيهم بعدا رد لآخر. آخر حاجة كنت كنتوقع، لأن كنظل زعما نوصي فيهم ما تمشوش مع أي واحد. فريمون تصدمت. حيت أنا الصراحة كنت باغي ندي معايا واحد زاد نشوف. خديتي جوج، يعني دابا واحد دا الاخر، وما كانش حتى انك فاش ديتيهم هزيتيهم ما كانش شي خوف، يعني غادي معاك مرتاحين. ما نقصيش شي حاجه باش يقولوا راه الواحد يدخل لهم من ديك النقطه ديال خاصكم يلا ندير لكم. وها انت كتشوف. الضحيه الاخيره اكدت الام ديالو انه عنده خوف كبير من الاشخاص الغرباء ومن المستحيل استدراجه. شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ ها؟ نادر. مزيانة نادر. أوب فين كتكون نادر؟ مسنانة. ها واحد الطوموبيل تلعب بها شوية. ها؟ يلا أجي لعب بها. أجي. زين 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 زين. أجي تشوف ها. شوفوا
صح يلا زيد يلا مع عيب شويش عيب شويش عيب شويش عيب شويش زيد زيد هاي لا هادي ديها هاي مشيو هاي هاي زيد 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 ها زيد 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 للحظة كان غادي يكون للطفل نفس مصير الأطفال الآخرين فجأة خشى ماما ها خشى ماما علا خشى ماما علاش خصك تشعد ماما خفتي ها اجي ديها ردوها هيد اجي الوحيد من بين ست أطفال تردد وخاف وحس بالخطر كناش موقعين زعما كيمشي معاك داك المسافه هذيك حنا موفرين له كلشي هاد الالعاب وهاد الشيء هذا كلشي غيطمع في الطوموبيل يمشي معاك ولكن ملي شفناه مشى معاك على الطوموبيل صدمنا انا وماما ندير خصو يرد باله على وليداته لان حنايا جالسين وبالنسبه لي انا حنا جالسه كنهضر مع بنتي مازال تجبرك ديتي الولد ومشيتي به وفين هو العساس ديال هاد الباركين وهاد المراقبه ما كاين حتى حاجه حتى الناس حتى واحد مرض حتى واحد مرض البال ديتها ثلاثه واربعه في الدقه واحده وديهم ومشي كيف ما شفتم على الفيديو كانوا مشاهد حقيقيه ومشاهد كانت صادمه انا بدي ما كنتش متوقع انني بهاد اللعبه هذه البسيطه نقدر نستدرج بزاف ديال الاطفال ويثيقوا فيا ويمشيوا معايا والرساله ديالي للاباء والامهات ردوا بان ولادكم وخليهم دائما حداكم السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.